رادار. مدام ليلى الشابي من أكثر الممثلات في تونس اللي يعملوا بوليميك. كل ما تعمل مسرحية ولا تمثل دور تعمل ضجة ملاوينك. خطر عليش خطر معروفة بالجرأة جريئة مدام ليلى الشابي. وطلع شنية سر الجرأة ذي تفضل تو تعرف. فما مرأة تنحي حويجها في المسرح؟ اي فمين ما يجيش. واه قالك ما يجيش معناتها هذا تعدي تعدي على الأخلاق الحميدة. لا لا حميدة قالت لي بارك الله فيك. حميدة قالت لي بارك الله فيك. حلوة حلوة فهمت الفازة شنية معناها وقالوا لها تعدي على الأخلاق الحميدة. قالت لهم لا شاورت حميدة مولة الأخلاق. عسل عسل عسل. مدام ليلى الوحيدة اللي مقتنعة في العالم اللي حميدة مولة الأخلاق. أي مونوبول تاع أخلاق تربي أخلاق في بكويت في ساشيات كيلو أخلاق ربي فضلك عايشك. مرة قالوا لها مدام ليلى لازمك تتبع سلوك نبيل. قالت لي نبيل ما نعرفوش. عسل. حلو حلو. ولكن هذا لا يبنى عزيزي المستمع اللي مدام ليلى روحها خفيفة. أي ذامرة الحكم تاع ربي ذامرة. والمشكلة وين اللي الهدي زعيم كي جابها انفيتي عنده حبي الذومر حتى هو. ولات فوكاها غير مفهومة مع أو ضد تنشيط الممثلين برامج تلفزية كرونيكوزات كرونيكوزيت كرونيكوزيت زيت زيت كرونيكوزيت. والله اللي فهمتها تفدليك معنا الضحك وين هي الفازة. فهمت ممثلات دخلوا العالم الإعلام كرونيكوزيت معه والضحك وين ما فهمتش في إعلام ولا في الممثلات ولا في كرونيكوزيت ولا وين وين تضحك ولا أي حاجة كيك عطينا نضحك وكاو شي معنا أنا أقول لكم صباح خير شدكم الضحك كوزيت. هكا هاي نهاركم زين مالك كوزيت. ضحكوا بكل شيء يا وجو صفاء مالش عاملين. لا حول ولا قوة إلا بالله شكون ذوم مع ألف السلامة مين دول؟ أي خلينا من هذا ويدخل نحكيه شوية على محمد بن عمار اللي الثقة في النفس اللي عنده ريتو مريت يا أخوي يا ريتو مريت مايكل جاكسون في تومكو ما عندوش الثقة ذي. أي خرتهاش يا سيدي كناش قاعدين رايدين على رواحنا طلع عنده مقترح تفضل سيدي اقترح شو رانا احنا ما ورانا شي اقترح سيدي تفضل. دونك أنا معناتها نغمل مو كمحمد بن عمار مو نتقرى في المكاتب وفي الليسي كما فما تربية إسلامية تربية بدنية فما تربية محمد بن عمار نتقرى هنا في المدارس عودها برسمك ولا بسمعك التربية متاع محمد بن عمار موجودة تتقرى من السنة أولى للباك. يا بابا عالثيقة دونك انت تقترح علينا من المكتب للباك نزيدوا ماتير اسمها تربية محمد بن عمار. الله 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 على الشجاعة يا راجل يا راجل منين نجيب فيها الثقة ذي الكل قلنا خلينا ناخذ معك شوية شنو هذا معنى انت تقترح تربية محمد بن عمار تبورقيبة ما عملهاش اللهم صلي يعني بي بن علي 23 سنة يحكم ما خممش فيها شي جيفارا في الامريكا اللاتين ما عملوها لوش يا ولدي اللي فاتك اغرب ابن خلدون عاملين له سامبا بمزيه قالوا ما ماتير تربيه ابن خلدون تو كلام هذا يا ربي يا ولدي منين جيبوا فيها الشجاعه ذي الكل يا ولدي شنو تو لا واحد حق روحه في البلاد تو كلام هذا يا ربي اسمك ايه تفاهه ايه تفاهه ايه تفاهه رادار.